تصرف ليوسف بليلي من هذا النوع كان صرا من قبل امام خنشله وامام على ما اظن مباراه لي قبل مباراه شباب قسنطينه اكزاكتومون. نظن انه يوسف راه يعيش نرفزه زايده في هذه الاونه الاخيره بعد كاس افريقيا. نظن انه لاعب كيما هذا ما نزمش ننكروا الجميل تاع هذا اللاعب. بالامس القريب في 2019 الناس كامل كانت حاطه يوسف من بين احسن اللاعبين كسوسوا في المنتخب الوطني ولا حتى اليوم. رجع الجمهور تاع مولود الجزائر. نظن كاين الناس اللي عندهم عوام ما راحوش للملعب ولاو الملعب على جال يوسف بليلي. يوسف لي واحد ما ينسى واش دار المنتخب الوطني، واحد ما ينكر المؤهلات اللي عنده ولا واش يقدر يقدم في مولود الجزائر. نظن اليوم لازم نحميوه هذا اللاعب، لازم نحميوه وخاصة من طرف إدارة مولود الجزائر اللي لازم تقوم بعمل كبير مع اللاعب هذا. لأنه اليوم سي فري كاين ردة فعل تاع لاعب، ولكن شوف واش خلى ردة الفعل هذيك تكون. انت دوك الا تروح رانا كامل بشر والواحد يتقلق. انت في ملعب سطيف مباراة ماشي مهمة وماشي مصيرية، ملي تبدا المقابلة وانت تسمع في الشتم وشتم الوالدة ماشي سهلة، شيء ماشي سهل. لي ان شاء الله نتمنى انه إدارة مولود الجزائر تقوم بالواجب تلقى حل هذا المشكل، لانه مشكل بسيكولوجي ليوسف بليلي. باسكو كي نشوفوا واش قدم المولود الجزائر منذ بدايه الموسم في الميدان، واحد ما ينكر انه من بين احسن لاعبين في البطوله الوطنيه، سيزني لو ميور بالك احسن لاعب في البطوله الوطنيه منذ بدايه الموسم. دونك ان شاء الله نتمنى ليوسف هذه العقوبه راح تخليه يعاود يراجع نفسه ويعاود يولي احسن مع فريق المولوديه اللي يحتاجوا في اخر بطوله في اخر جولات البطوله، اللي بالك راهم ليدر يقدروا يتوجوا بالبطوله لاخر بطوله توج بها انا مع مولود الجزائر في 2010. دونك نتمناو له ليوسف يرجع في اقرب وقت ممكن، وان شاء الله نفسيا وبسيكولوجيا راح يدير عامل مع روحه باش يعاود يتفادى هذه التصرفات، لانه قدوه تحب ولا تكره يوسف قدوه، مثال لاعب وطني، لاعب خلوق. عمرنا ما شفنا يوسف بليلي من غير تصرفات اكسترا سبورتيف داخل الملعب، عمره ما كان لاعب منرفز. هذه الاونه الاخيره شفناه بسيكولوجيكمون تاثر شويه. دونك نتمنى ان شاء الله إدارة مولودية الجزائر تلقى الحل ليوسف بليلي. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.